تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة المميزة من تكافل، والتي نستضيف فيها طلبة تفوقوا في دراستهم وكجزء من العرفان لما قدموه من جهد وتعب في ظروف تكاد تكون صعبة وقاسية. نبارك للناجحين في البكالوريا لعام 2023، كما لابد لنا أن لا ننسى الطلبة الذين لم يسعفهم الحظ ولا الظروف هذا العام للنجاح، وحظ أوفر لهم العام القادم بإذن الله. فرحة كبرى تدخل في كل عام بيوت الآلاف من العائلات بعد نيل أبنائها هذه الشهادة، التي هي مصدر فخر للآباء والأمهات والمجتمع والبلد. نجاح له طقوس، واليوم سنشارك الطلبة هذا النجاح من خلال استضافتنا للمتفوقين في فلسطين المحتلة. فأهلا وسهلا بكم جميعا مشاهدينا الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالبة ملك سمير أحمد نعيم، الحاصلة على معدل 99.6 في الفرع العلمي الأولى على محافظة شمال غزة من مدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات. أهدي نجاحي أولا إلى عائلتي، أمي وأبوي إخواني أخواتي، من ثم أهدي نجاحي إلى وطني فلسطين ومدينتي مدينة بيت حانون، وأهدي نجاحي أيضا إلى مدرسة العريقة. مشاهدينا أهلا بكم جميعا. أبدأ بالترحيب بضيوفي. معي من غزة محمد مقداد المتحصل على 98.9 الفرع العلمي، أهلا وسهلا بك، ألف ألف مبروك هذا النجاح، نفتخر بك يا محمد. الله يبارك فيك يا رب. أهلا وسهلا، خبرنا هذا النجاح في الفرع العلمي أليس كذلك؟ صحيح صحيح. ممتاز. حصلت على معدل 98.9 من الفرع العلمي. ممتاز ممتاز. طيب خبرنا شو الخطوة الثانية، شو ناوي تدرس؟ أنا سمعت من تقارير أنك حابب تدخل الطب. صحيح، أنا يعني حلمي من وأنا من أول ابتدائي لهالجيت أن أدرس طب، يعني فإن شاء الله خير. نعم محمد، حدثنا يعني كيف كانت هاي الفرحة بالنسبة لك بالنسبة للأهل؟ يعني أكيد لم تمر هذه السنة بسهولة، خاصة بعد العدوان الأخير وقصف غزة. يعني كانت أيام صعبة جدا خاصة على الطلبة وهم يحضرون للامتحانات. احكي لنا عن هاي التجربة.
والله يعني كنا هي فترة صعبة كتير، فترة العدوان، إنه حتى طالب بطل يدرس نهائي، ويعني 5 أيام راحن علينا هباء. هدول يعني كان مساعد للطلاب، وكان يعني القصف شغال ومستمر على مدار 24 ساعة، ويعني كنا عايشين في رعب مش طبيعي. وبقى برضه في يعني حالة يأس تمر فينا، انه صرنا نقول يا رب يصير تأجيل عشان الحرب وإيش هيك يعني. نعم، يعني رغم كل هذه الصعوب والاحتلال والحصار ما شاء الله عليك تفوقت، يعني من السبب في نجاحك؟ والله هذا توفيق من الله عز وجل أول شيء، وثاني شيء بدعوة الأب والأم الله والجد يحميك، والاجتهاد اللي دور كمان. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. يعني الآن شو الخطوة الجاية؟ شو ناوي تعمل الآن؟ يعني هل تخطط مثلا لمنحة دراسية؟ هل تم التواصل معك بأنه ممكن تدرس في بلد ما لاستكمال تعليمك خاصة الطب؟ هو والله اجى في الخارج، بس الطب ما طلعش في نصيب لحتى اللحظه، يعني فيش الا واحد اجت وما طلع في نصيب طب يعني حتى الان. أنت مصر على الطب؟ اكيد اكيد وبنتمنى نشوفك طبيب، هيك نفتخر فيك أمام الجميع، مش فقط في فلسطين، ان في شاء الله العالم كله إن شاء الله. الوالدة ان شاء موجودة؟ الله. صحيح، ممكن نحكي معها؟ توكل على الله. هي وينها؟ بقى يلا يلا خليها جنبك إذا في مجال. يلا أم محمد، كيف حالك؟ ألف مبارك، ألف مبارك هذا النجاح وهذا التفوق، ما شاء الله عليه. الله يبارك فيك يا الله حبيبة يحفظ الله، لك الله أولادك. يحفظك يا رب. الله يحفظك، الحمد لله رب العالمين يا حبيبتي. يمكن أنت أكثر سعادة وفرحا من محمد. والله هذا الحمد لله رب العالمين، هذا محمد والله الله أعطاه على قدر تعب، الحمد لله رب العالمين. نعم، على الجو اللي بمر فيه وعلى المعيشة اللي بمر فيها وعلى الجو الصعب اللي كان ابني يمر فيه، بس الحمد لله رب العالمين حقق طموحه، الحمد لله رب العالمين. نعم الحمد لله. طيب، يعني أكيد هذا نتيجة تعب وجهد وتضحيات كبير كتير أكيد من طرفك ومن الحمد طرف لله، الوالد الحمد والعائلة. لله رب العالمين، والله الحمد لله، الله جزاه على قدر تعبه، من الحمد لله محمد، الحمد لله انه تعب والحمد لله جاب 98.9 علمي، الحمد لله رب العالمين، هذا رضا من الله ورضا امه وابوه، الحمد لله هذا كله، نعم، الحمد لله. يعني هذا النجاح بنسي كل تعب السنين المضيت من التعب والمعاناة والله الحمد المستمرة. لله، والله الحمد لله، والله تعب من الابتدائي لحد الثانوي، الحمد لله رب العالمين، والله اعطاه على قدر تعبه، نعم، الحمد لله. شو بتتمني الآن يعني بعد هاي الخطوة المهمة في حياته؟ والله اتمنى من كل واحد بسمع صوت ان شاء الله انه ابني الحمد لله رب العالمين نفسه يقرا طب، وكل بني ادم بشوفني ان شاء الله وبسمع صوتي انه ان شاء الله يتبنى ولا ان شاء الله يعمل له منحة ان شاء الله يا انه ريت، يقرا طب. بيستحق، بيستحق وبيستاهل محمد، بيستاهل يحقق هذا الحمد الحلم، لله، لأنه ما شاء الله عليه شاطر وأكيد سوف يبدع في هذا المجال لو تحقق. والله ان شاء الله غير يرفع الرأس، الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله ان شاء الله ان محمد شاء الله يا رب. إن شاء الله، لمن تهدي هذا النجاح؟ والله أول شيء للوطن وللشهداء أول شيء، الله، وللأهل، وبعدين لكل أبناء الوطن إن شاء الله. وبدنا إياك تضل على هذا المستوى من الاجتهاد والتفوق، يعني لا، اللي بيميز نجاح الفلسطينيين هو إنه تحت حصار واحتلال، ورغم كل أكيد هذه أكيد المصاعب يعني هناك في إرادة قوية تجعلهم يعني يستمروا في حياتهم، وهذا شعب يستحق الحياة ويستحق النجاح. صحيح والله، يعني رغم الحصار والمعاناة اللي بعانيها شعب غزة، لكن كل سنة ما شاء الله بيطلع من أوائل، وكل دولة يعني بتستضيف بعض الطلاب، وشعب بيرفع الرأس.
طبعا طبعا، شكرا لك، شكرا جزيلا على هالمشاركة، وسلامنا للأخوة الكل ولأهل غزة تحديدا. تحياتنا لك وللوالدة محمد مقداد الشاب المتفوق في البكالوريا الحاصل على 98.9 الفرع العلمي. نتمنى أن يتحقق هذا الحلم ونبقى على تواصل. ألف 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 مبروك. شكرا شكرا. نذهب الآن إلى نابلس، معي من هناك سارة خالد صديق. معنا أيضا سارة خالد صديق، نعم، الطالبة صاحبة معدل 91.9 في البكالوريا، وأيضا والدتها الأستاذة رنا البرق، ونتشرف بوجودها معنا اليوم من نابلس. أهلا وسهلا برنا وبسارة، ألف مبروك النجاح. الله يبارك فيك حبيبتي، الله يبارك فيك. احكي لنا كيف كانت ردة فعلك أستاذة رنا على هذا التفوق وهذه الدرجة. أول شيء طبعا إحنا بنحيي طلابنا التوجيهي، وطبعا رغم الظروف اللي ما الصعبة، احتياجات واعتقالات وشهداء، بالذات إحنا مدينة نابلس مرت علينا سنة كثير، إضرابات معلمين، اغتيالات، هدم بيوت، شهداء، بس الحمد لله يعني إنهم تجاوزوا هاي الصعوبة. طبعا بنتي واحدة من الناس اللي عانت كل هاي الظروف، بس الحمد لله برضو مشت، فما توقعناش هاي النتيجة الحمد لله، وجابت معدل 91.3. بصراحة أنا كنت حاطت لها معدل أقل من هيك، كنت حابة تروح بنتي تجاري، قلت هي ذكية رياضيات، كنت حابة تروح تجاري، بس هي أصرت إنها تروح علمي عشان تدرس هندسة حاسب، وحطتها براسها وفعلا جابت المعدل اللي بده. ما شاء الله، أهلا وسهلا فيك يا سارة، شرفتينا، ألف مبروك. يبارك فيك حبيبتي، تسلمي. خبرينا يعني ليش اخترتي التخصص اللي الوالدة حكت عنه وهو علوم الحاسوب؟ هل في سبب معين لهذا الاختيار؟ لا أنا صراحة كثير كنت بحب هاي الأشياء، يعني قصة الهندسة والبرمجة، لكن أنا شفت إخواني الاثنين كمان نفس الشيء، فرجعت أكثر يعني ممكن إنهم يساعدوني قدام. قولي يعني هاي الآن أصبحت مهنة العصر، يعني مهمة كتير في زمننا وفي حياتنا، وتدخل في كل المجالات كمان. نعم، أحكي لنا عن الفرحة، نحن يعني شفنا الفيديوهات الحلوة وهذه الفرحة الجميلة، أكيد حنطلعها بعد شوي نتابعها مع بعض. يعني فرحة ليست فقط للعائلة، لربما لفلسطين أيضا، أليس كذلك؟ صح. صراحة يعني الفرح كلها بهديها يعني لطلاب فلسطين كلهم، ولأنه كتير عانينا هاي السنة من اغتيالات وإضرابات، الاغتيالات اللي كانت بنابلس وطول كرم وجنين، يعني كتير عانينا، عرفنا إنه وكان عشان هيك السؤال دائما، السؤال اللي بفرض نفسه يعني إنه في ظل كل هذه الظروف نابلس تعرضت لاجتياحات عديدة في الآونة الأخيرة، في شهداء سقطوا، في كثير من الأمور الصعبة، ومع هذا يعني يبدو إنه كان في إرادة. نحن حابين نعرف شو السبب، يعني إنه الطالب رغم كل هذه الظروف وهالضغوط وهالمعاناة يستطيع بالفعل أن يثبت وجوده وأن يدرس وأن ينجح. هلا احنا تعايشنا مع الموضوع يعني، بس احنا نبين للناس وللعالم كله ان احنا قد ما صار وصار بدنا نبين ان احنا جد ما بنوقف، احنا قد الشيء وقد المقدار وبدنا نتخطى هاي المرحله. نعم. أستاذتنا الكريمة أستاذة رنا، أنت أيضا أستاذة يعني معلمة، وبالنسبة لموضوع التعليم في فلسطين، يعني على غرار ما نسمع أنه أحيانا بسبب الحروب والصراعات يكون هناك تسرب من المدارس بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، بسبب أيضا الحرب والخوف على الأبناء من التعرض للأذى أو للإصابة وإلى ما هنا لك، فأنا بودي منك أن تحدثينا عن التعليم في فلسطين، يعني يبدو أنه يتميز بالإرادة كما قلنا. شوفي أنا من خبرتي وتدريسي للطلاب، طلابنا ما في مجال، يعني ما عندنا ترفيه، أماكن ترفيه ما عندنا، أماكن سياحية يروحوها، فكل يعني بقول لك كل شيء بصبوه في العلم، كل شيء بصبوه إنه بدي أدرس بدي أتعلم بالعلم ممكن إني أنا أحقق وأنجز اللي بدي،
فطلابنا يعني رغم كل هالمعاناة بحاولوا إنهم يثبتوا حالهم بالعلم، أطباء، مهندسين. ما تستهيني بالعلم عندنا، إحنا عندنا في فلسطين يعني براء، يعني خلينا نقول بوصل الطالب للهدف اللي بده، يعني إنه أنا بدي طبيب بس على أساس يدرس طبيب رغم كل الظروف والصعاب والمنع والتجول والاعتقالات. وصدقيني في طلاب إحنا كنا نعاني إنه بالمدرسة ما يعرفوا يوصلوا للمدرسة من نقول الطخ يعني تحت القصف تحت الحصار، ويوصلوا للمدرسة وإحنا مرات كنا نتأخر عشان نوصلهم، ومع هيك الطلاب إنهم يتعلموا. ممكن في حالات استثنائية، حالات تسرع أو حالات إنه الطلاب ممكن يساعدوا أهاليهم وكذا، بس هاي نسبة ضئيلة بالنسبة للأماكن أو البلدان الثانية. أستاذة رنا، أيضا يعني شاهدنا حالة الفرح الجميلة، يعني هذا الشعب رغم كل هالمآسي يستحق أن يفرح حقيقة، يعني طقوس جميلة في فلسطين، يعني مواقع التواصل الاجتماعي كانت ما شاء الله يعني أشعرتنا بالفرح والابتسامة رغم كل الظروف الصعبة بهذا الانتصار وهذا النجاح، يعني أطباق الحلويات وصواني الحلو. شو عملتوا أنتوا عشان سارع؟ هلا احنا طبعا تحكيلهم انت شو صار معك، هي صارت تفضلي تحكيلي تفضلي سار. الصبح، يلا صار معك الصبح. شنو تفضلي تفضلي. كانت انه يعني لقيت اجواء، بس انه تعرفي الصبح اساس انه شوي نزيل التوتر ايه شوي هيك، بس حضرت يعني ضلتني واقفه استنى انه اساس ضيع الوقت. فمرة واحدة اللي هو طلع المعدل يعني أنا نسيت كل إشي وانبسطت لأخواني، خصوصا ما شفت الفرحة بعيونهم يعني، خصوصا يعني كتير انبسطت لهم، قضي يعني راح كل التعب. الله الله الله. شيء جميل، يعني هي فرحت لفرحكم. هي فرحت لما شافتنا فرحانين، لانه احنا كمان كنا مش متوقعينها بصراحه اقول لك اياها. يعني هي مرت علينا فتره الكورونا وفتره صحيح الاضرابات، الطلاب كثير تاثروا كثير فعلا. تاثروا، بس بهاي الفتره هي اضطرت انه توجيهي انا بدي احسن معدلي وادخل التخصص اللي بدي اياه. هي كثير انبسطت انه احنا فرحنا لها، انبسطنا لها. اخوتها ما صدقوش، يعني انا حسيت اخوتها في سمعناهم جماعه طبعا طبعا، سمعناهم. أرجو أن تبقي معي أستاذة رنا وأيضا سارة. إذن فرحة بالنجاح أم غصة بالنجاح والارتقاء؟ الطالب الشهيد مجدي العراوي الذي ارتقى في العدوان الأخير على جنين يتحصل على معدل 90.4 في البكالوريا للعام 2023. ألف مبروك نجاحه، وإن شاء الله ربنا بيخلي لك أخوته وخواته، وأنت يعني افرحي له لأنه عن جد فعلا نال شهادته من الشهادة زي البنت. وهسه هو أكيد فرحان بالنجاح، أكيد سامعك وشايفك وفرحان، وأنت افرحي مشان هو يفرح. إن شافك زعلانة بزعل، وإن شافك فرحانة بفرح. قدامكم رحم الله شهيدنا مجدي. أحلى حلوان حلوان، شهادة وشهادة، حلوانين بشهر واحد. لازم تزغرتي يا إم محمد، ما لازم تزعلي. الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمه بشهادتين، شهادة الدنيا وشهادة الآخرة، واليوم كانت نتيجته الحمد لله جاب 90.4. هو إنسان، هو طالب يعني زي أي طالب، عنده حلم، كان يحلم إنه بده يدرس ويدرس جامعة ويتخرج من الجامعة ويشتغل. قتلوا فرحته، الله ينتقم منهم، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يحمي الجميع يا رب، ويرحم جميع الشهداء، ويفرج عن جميع الأسرى يا رب، ويشفي جميع الجرحى إن شاء الله. مش عارف هو أنا فرحت ولا ما فرحتش، مش عارف. أنا أجاني المسج على التليفون، ما عرفتش حالي شو عملت. على
العودة لك أستاذة رنا وسارة. يعني سارة نحن عرفنا شو عم بتخططي هلأ للمستقبل طبعا. بالنسبة للأستاذة رنا يعني الدخول في يعني الحياة الجامعية أمر مختلف الآن، وهذه بداية يعني مرحلة جديدة من حياة أي شاب وشابة من أجل المساهمة في بناء المستقبل، في بناء هذا الوطن. يعني شو نصائحك لسارة الآن بعد حصولها على هذا المعدل العالي؟ وانا بدي اركن عليها، هي هلا دخلت جامعه، هلا المستقبل هي بتقرر انه انا وين بدي احط حالي دراسه. طبعا دراسه الهندسه هينه صعبه، لانه انا عندي ولدين قبل درسوا، موادها صعبه، بس اذا هي حطت ببالها انها هي بدها تكمل المشوار بتكمل المشوار، وان شاء الله يا رب هيك ما يعني يكون مستقبلهم مشرق ان شاء الله. يعني نخلص من هاي شغله الاغتيالات والاعتقالات، تنحل قضيتنا وتنحل مشاكلنا، لانه احنا كثير بنتاثر الوضع الاقتصادي والسياسي والاغتيالات كل هاي. وهذا النجاح جزء من الانتصار، يعني هذا جزء من تحقيق الانتصار والتحدي. تحدي لكل الامور هاي اللي احنا مرينا فيها. صحيح صحيح صحيح. شو حتعملوا اليوم يا سارة؟ شو ناوية تعملي؟ نعملها حفلة طبعا، خاصة أنا بعرف أنه الوالد أيضا دكتور في جامعة النجاح، صحيح على ما أعتقد، ومتخصص في الموسيقى ما شاء الله. يعني أنت من بيت تعريق ما شاء الله فني. سارة عازفة بيانو كمان، عازفة يعني بيانو ما شاء الله، تعلم بيانو. وإخوانها كلهم بتعلموا، متعلمين حتى بيها. ما شاء الله ما شاء الله. أنا تشرفت بالتعرف عليكم وفرحانين لهذا الفرح الكبير وهذا التحدي والإرادة القوية. شكرا جزيلا للأستاذة رنا البرق، وأيضا الطالبة المتفوقة سارة خالد أصدوق. شكرا جزيلا، كنتم معنا من نابلس. شكرا شكرا، شرفتونا شرفتونا. ونذهب إلى الجزائر من مدينة تغليزان الجزائرية. الطالب محمد أمين بن قداش يتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في البكالوريا بمعدل 19.5/20، يكشف سر تفوقه في الدراسة. الوالدان يعني بصراحة بذلا جهدا أكثر مني، أكثر من مني أنا شخصيا. يعني حرصهما وبذلهما ودعمهما المادي والمعنوي كان في القمة، وكان يعني الكلمات تعجز عن التعبير عن الدعم والجهد، فجزاهم الله خيرا. بالنسبة للتخصص الذي أطمح إليه، يعني لم أحدد التخصص بدقة بعد، يعني بين الإعلام الآلي، تخصص الإعلام الآلي وتخصص طب. عندي ميول للرياضيات وميول للأحياء، يعني أينما وجد العلم يطلب، يعني أينما وجد العلم يطلب. يعني إذا كان في الخارج فرصة جيدة يعني أغتنمها، وأجدد حمدي وشكري لله تعالى على هذا الفضل، وشكري كذلك لوالدي، وأحيي أيضا جدي من هذا المنبر هذا على دعواته، يعني وأحيي يعني كل أفراد عائلتي وكل أساتذتي وكل من علمني حرفا، يعني كل من دعمني بدعاء ولا بنصيحة ولا، جزاهم الله جميعا خيرا والحمد لله رب العالمين. يعني أخذت البركة من جدك يعني قبل خوض الامتحان هكذا؟ أكيد نعم، دعوة جدي بعد توفيق الله تعالى هي السبب في نيل ما نلته. آية فهيم مصلح عزام حاصل على معدل 99% بالفرع العلمي، ذكرت في تصريح صحفي، قالت أنا باركت لنفسي بالكتابة على لوحة خشبية درست عليها طوال العام، ما في حد إجا وبارك لي. نتابع هذه الكلمات المؤثرة. أنا تعبت عشان أحصل على هذا المعدل وبالآخر قاعدة في البيت حيرانة. ربنا بيبعث لي بأهل الحلال أهل الخير يساندوني، يعتبروني كبنت إلهم، بنت بسيطة بمنزل بسيط. رغم تفوقها وحصولها على معدل 99% بالفرع العلمي ما زارها وبرك لأحد، فحبت تبارك لنفسها بأنها تكتب معدلها على قطعة من الخشب. خليكم معنا عشان نعرف القصة اللي كلها ألم وأمل. أنا صراحة زعلت، ما حدش أجا بارك لي، لأن يمكن لأنه وضعي بسيط أو عيلتي بسيطة،
بس أنا حبيت أبارك لنفسي لأني كتبت على قطعة من الخشب، هذه كانت تشهد على معاناتي في توجيهي، حل مسائلي عليها، دراستي عليها، كانت متنقلة معي في أي مكان. باركت لنفسي فيها وهنأت وجعلتها فخر لإلي أنه خلص أخذتك للمطبخ. أنا طموحة بدي أوصل للي بدي إياه، بدي أكون دكتورة، أرفع راسي وأرفع راس أهلي، ما بخجل من وضعي البسيط المتواضع، بالعكس هذا فخر إلي. لا حد أجا جبارك لي قال لي لا بمساعدة بسيطة أو بهيك بهدية ورقة تكون، صراحة حسرت القلب. أهلا وسهلا بك آية عزام، شكرا لوجودك معنا اليوم، ألف ألف مبروك نجاحك في البكالوريا بهذا المعدل العالي 99%، صحيح؟ صحيح صحيح. ألف ألف مبروك، ألف مبروك. يعني شو سبب الفيديو اللي طلع كنت شوي زعلانة علينا لأن ما باركنا لك؟ وسبب يمكن أنت بسبب تجربة بسيطة، لكن هو سبب كبير عندي صراحة. أنا الحمد لله حصلت على النتيجة اللي بحلم فيها واللي بتمناها من سنين، وفرحت وتأملت، لكن وصلت لرابع يوم في النتيجة. يعني ما حد سألني، ما حد قال لي إحنا وضعنا مادي صعب، ما حد قال لي أي منحة أو إذا سأل عني أو مبلغ بسيط قال لي بتكفي لك في إنك تدرس، ما حد سأل عني ولا حد يعني شنائي أو كذا. يعني حقك علينا، يعني واحدة متفوقة مثلك آية، يعني صبية مثلك متفوقة معدلها عالي 99، يعني ما شاء الله عليك، من المفترض أن يتم الاهتمام فعلا، لأنه هذا واجب على كل مسؤول إن صح التعبير يهتم في قضايا التربية والتعليم، لأن أنتوا ذخر لهذا الوطن لفلسطين. يعني أنتوا مررتوا بظروف صعبة حتى وصلتوا إلى هذه النجاحات. صحيح صحيح. والله مرينا بظروف صعبة، هذه سنة طويلة مشوار صعب وبده مكافحة واجتهاد. الحمد لله تغلبنا على كل ظرف من معاناة أو من أي ظرف ثاني، سواء نفسي أو جسدي أو مادي، وصلنا للي بدنا إياه والحمد لله. إن شاء الله ربنا بيكرمنا وبنحقق الحلم ونكون خير أمة أخرجت لنا. نعم آية، يعني هذا النجاح لمن تهديه؟ بهدية عالم. أيوة السلام عليكم. يلا تمام، أنت أقول لك على أنت من صديق بيك آية. تفضلي آية، تفضلي. مين كان عم بحكي معنا؟ آية. أيوة سمعتني آية؟ ألو ألو، أهلا وسهلا يا آية، أنت معنا؟ يبدو أنه في مشكلة في الصوت على ما يبدو. طيب رح أرجع لك يا آية قبل ما تنحل مشكلة الصوت، وأذهب إلى لين ياسر أبو الرب، متحصلة على معدل 99.6 الفرع العلمي من جنين. أهلا وسهلا بك يا لين من جنين، كل عام وأنت بخير وألف مبروك، ونفخر بك وبهذه النتيجة، يعني ما شاء الله من المتفوقات، رغم أنه جنين مرت بمشاكل كثيرة في الفترة الأخيرة، اجتياح، شهداء، حصار، يعني كيف استطعتي أن تتحدي كل هذه الظروف؟ أهلا يا لين. يا أهلا فيكم. أهلا وسهلا. الله يبارك فيكم جميعا. أهلا بك يا حبيبتي. أنا الطالبة لين ياسر أبو الرب من مدرسة بنات قباطي الثانوية الشرقية. نعم أيوة يا لين، احكي لنا يا لين كيف كانت الفرحة، كنت تتوقع هذه النتيجة؟ أكيد أكيد توقعت هذه النتيجة الحمد لله الحمد لله. طيب رغم ظروف الاجتياح كما ذكرنا والحصار، كيف استطعتي أن تركزي على دراستك؟ يعني
هل كان في نوع من التحدي يعني جعلك تثابرين من أجل النجاح؟ أكيد الحياة مستمرة فلازم نجهد في طريق في طريقة ثانية، فكان كل اهتمام الحمد لله في مدرسة في دراستي في محافظة على مستواي الدراسي. ف نعم ولمين تهدي هذا النجاح؟ دائما نسأل هذا السؤال لأنه سؤال مهم، أكيد في من دعمك لربما من أجل أن تصلي إلى هذه المرتبة. نجاحي بهدي لوطني، لشهدائنا، لمدرستي، لعائلتي، لنفسي، لمكافأة لجهودي هاي كلياتها في 12 سنة. بهدي هذا المعدل لجهودي ومعلماتي بالتأكيد. شو ناوية تتخصصي؟ بإذن الله الطب البشري. ما شاء الله ما شاء الله، شيء جميل شيء جميل. كم نحتاج إلى يعني مثل هذه المهن خاصة في فلسطين؟ أكيد أكيد مهنة مشرفة بإذن الله، وأنا إن شاء الله بكون قدها. الوالدة جنبك؟ طبعا. أستاذة حورية كيف حالك؟ الله يسعدك الحمد لله. ألف مبروك ألف مبروك هذا النجاح وهذا التفوق. الحمد لله، الله يبارك فيك يا رب ويسعدك. الحمد لله، مبروك إلنا جميعا، لفلسطين ولبلدنا ولجنين ولكل. الحمد لله. يعني شو شعورك بهاي اللحظات؟ شعور لا يوصف. الحمد لله، يعني جبر ربنا عظيم وكريم. الحمد لله، الله يطعمها لكل حدا، هاي الفرحة ما في مثلها. الحمد لله. نعم نعم، ألف ألف مبروك لك وللعائلة وليلين ولكل فلسطين طبعا، وأنتم في جنين، هاي جنين الصامدة يعني دائما بالبال جنين. الحمد لله الحمد لله، نفخر إن من جنين، نفخر إن من فلسطين. الحمد لله الحمد لله. أستاذة حورية، مسألة الحصول على منح أمر ليس بالسهل، خاصة لمن يرغب بالتخصص في مجال الطب البشري، يعني هل فكرتم بطرق من الممكن أنه يعني تساعد لين على الوصول إلى طموحها إلى حلمها في هذه الدراسة وهذا التخصص؟ يعني إحنا أكيد كان حلمنا من هي كانت تدرس يعني أنه نحصل على منحة، والحمد لله الحمد لله اليوم تبشرنا بقبولها في منحة الرئيس. فالحمد لله، يعني كنا راح نترك أبواب كثيرة، بس الحمد لله بفضل الله يعني ربنا أكرمنا وأكرمها وقبلت في منحة الرئيس إن شاء الله. نعم، نتمنى لها التوفيق. رسالتك لكل الطلاب اللي نجحوا وأيضا اللي كان حظهم لم يحالفهم الحظ هذا العام، نتمنى لهم كل التوفيق العام المقبل. في ناس تأثروا بشكل كبير ومع الأسف الشديد لم ينجحوا، ولكن هذا لا يعني أن الحياة انتهت. يعني انتهت، صحيح صحيح، بالجد، بالمثابرة، بالثقة بالنفس، بالمتابعة، إن شاء الله راح يحققوا أمانيهم ويحققوا أحلامهم. مبارك لكل الناجحين والمتفوقين، مبارك لأهاليهم، مشكورين لأنهم أذاقوا أهاليهم هاي الفرحة، وإن شاء الله ربنا بيكون مع كل واحد ما حالف الحظ وبيكمل تعليمه وبيكمل مسيرته، إن شاء الله بيحصل على هاي الفرحة وبنجح وبدرس التخصص اللي بيحبه إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. يعني كنا حابين نرجع للين ونسأل لين، يعني هذه الفرحة فرحة كبيرة، ويعني سبحان الله نحن تابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات كثيرة وكثيرة جدا، ولربما هذه الفيديوهات بفرحة الناس بنجاح أبنائهم أدخلت السرور إلى قلوبنا، إلى قلوب الجميع، لأنه يعني شعوب رغم المعاناة تستحق أن تشعر بالفرح والسعادة. صحيح صحيح. لين، طيب يا لين، شو بتحبي توجهي رسالة للشباب اللي بعمرك لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام؟ في البداية بحب أهنيهم في نتيجتهم، في نجاحهم وتفوقهم بالمعدلات الحلوة، ولمن لم يحالفهم الحظ أكيد يستمر يجد، بإذن الله ربنا بيكرمه بالمعدل اللي بيعجبه وبيجبر خاطره إن شاء الله يا رب. لين، شكرا جزيلا لك، لين ياسر أبو الرب، المتحصلة على معدل 99.6 الفرع العلمي. أنا بستغرب ليش فاصل 6، يعني عملوها 100% وانتهى الموضوع.
شكرا لك يا لين، شكرا ممتنه لدعوتكم. تسلمي حبيبتي، تسلمي، شكرا، شكرا لك، وهذا واجب. وايضا اشكر الوالده حوريه كميل، كنت معنا من جنين، شكرا على هذه المشاركه والسماح لنا بهذا الوقت. اعرف انكم يعني الان الواحد مشغول بالفرحه وبالمباركات. جزيل الشكر. عوده الى آية عزام. آية انت معنا الان، تسمعيني آية؟ أنت معي؟ آية؟ يبدو أنه آية لا تسمعني. على كل حال قبل العودة يعني إلى آية حتى يضبط الخط، من الصور الأكثر تناولا في مواقع التواصل الاجتماعي للثلاثة الأوائل لبكالوريا 2023 في الدول المغاربية من المغرب والجزائر وتونس. القواسم المشتركة كانت بينهم تتمثل في الذكاء العالي، حسن التربية، وحفظهم للقرآن الكريم. فراس بن حميدان من تونس حاصل على 19.75 لعام 2023، أعلى معدل على مستوى الجمهورية التونسية. من المغرب الطالب أنس أرفاك تحصل على 19.33، أحسن نتيجة في البكالوريا. ومن الجزائر الطالب محمد أمين بن قداش من مدينة غليزان تحصل على المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 19.5. تهانينا الحارة طبعا لجميع الطلبة. ولا أدري إن عادت لنا آية عزام من غزة ولا يبدو أنه الخط مش ظابط معنا. أهلا يا آية. آية ألو. أهلا وسهلا. أهلا يا آية، سمعتني؟ يبدو يا آية في مشكلة في الخطوط، يعني مش عارف، مش عم نسمعك منيح. آية هل نعيد الاتصال بك؟ نعم سمعتني، سمعتني منيح آية. الله يبارك بعمرك. الله يخليك يا حبيبتي آية. آية يعني شو ناوية تعملي هلأ إن شاء الله؟ شو مفكرة، شو مخططة تدرسي؟ والسبب يمكن أنت بتساعد تجربة بسيطة، لكن أنا سبب كبير عندي صراحة. أنا الحمد لله حصلت على النتيجة اللي بحلم فيها واللي بتمنى سنين، وفرحت وتأملت، لكن وصلت لرابع يوم في النتيجة. يعني ما حد سألني، ما حد قال لي إحنا وضعنا مادي صعب، ما حد قال لي هاي منحة، أو إذا سأل عني أو مبلغ بسيط قال لي بتكفلك في إنك تدرس طب، ما حد سأل عني ولا حد يعني يا آية أو كذا. أنا شفت أنا نعم يا آية معدلات في صوت أنا نعم أنت معي؟ نعم أنا معك آية. أنت معدلك 99 صحيح؟ أنا بسمعك يا آية. في تأخير في الخط. يا آية أنت معدلك 99، يعني من المفروض أنه المنح تكون لك بشكل كبير، يعني خاصة أنه هذا معدل ليس بالأمر السهل في ظل ظروف الحصار والحرب، يعني أن يتحصل عليه أي طالب. أنا مشوار صعب وبده مكافحة واجتهاد. الحمد لله تغلبنا على كل ضغط من معاناة أو من أي ضغط ثاني، سواء نفسي أو جسدي أو مادي، وصلنا للي بدنا إياه والحمد لله. إن شاء الله ربنا بيكرمنا وبنحقق الحلم ونكون خير أمة أخرجت لنا. وشو ناوية تدرسي يا آية؟ بشو ناوية تتخصصي؟ بهدية. ألو. نعم يا آية. يلا تمام. أنت أقول لك ألو، أنت مش قادر يبدو. ألو. نعم يا آية. يبدو أن الصوت يصل متأخر. نعم. يا آية بسألك شو حاب تتخصصي؟ شو حاب تدرسي؟ مرحبا.
يبدو أنه في مشكلة بالاتصال، أكيد سنتواصل معك في ظرف أفضل. آية عزام الطالبة المتحصلة على معدل 99% في البكالوريا من غزة. طبعا آية كان عندها فيديو مؤثر تابعناه قبل قليل وتساءلت، يعني أنا لم يفرح لم يتصل بي أحد ويبارك لي هذا النجاح وهذا التفوق الكبير، فيعني ولا حد حتى يعني جاء وقال لي هذه منحة لك لتدرسين. الوضع صعب، الوضع الاقتصادي صعب، وجميعنا يعرف هذا الوضع الصعب، ورغم كل ذلك هناك تحدي وإرادة قوية من أجل النجاح والاستمرار في الحياة. نتمنى لمن يسمعنا، يتمنى من كل من لديه ضمير حي أن ينظر لهؤلاء على الأقل المتفوقين، يعني اللي بدورهم يعني هذا العلم وهي التخصصات اللي حيوصلوا إليها واللي بيحلموا فيها ستحقق الكثير للوطن ولبناء الوطن. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وأشكر جميع من تابعنا، وأبارك لكل طلبتنا ليس فقط طلاب فلسطين وإنما طلابنا في كل بلداننا العربية والمغاربية، ونراكم على خير، نحبكم بلا حدود، إلى اللقاء.